العيد جه العيد جه ايده ايده توت 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 هناكل كحك وبسكوت توت 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 السكر خليك في المود فكك من الهري والغداتة وهنفرح هنا بالتلاتة وسيبك من الناس اللتاتة واتفرج على جلا وشحاتة واتفرج على جلا وشحاتة واتفرج على جلا وشحاتة. رمضان خلص والمسلسلات كمان خلصت ودلوقتي جه وقت ان احنا نعرف الدروس المستفاده من الموسم الرمضاني 2021 لعل وعسى نتعظ منها السنه الجايه. وفي الحلقه دي هنوزع شفوهات على الممثلين وكمان هنعلن عن اخر 5 فايزين معانا فوازير ذا ستوكرز برعايه فودافون وهنتواصل معاهم عشان يستلموا هديتهم. ويلا بينا دلوقتي نبدا الحلقه الاخيره لينا في رمضان من ذا ستوكرز، البرنامج الاحلى، البرنامج الاهم، البرنامج الاكثر متابعه، البرنامج الانجح والبرنامج الالذ، واللي مش عاجبه يشد في حوار. اول درس من الدروس المستفاده اللي طلعنا منها برمضان السنه دي ان في مخرج بينور الممثلين اللي معاه، في مخرج تاني بيطفيهم او بيدفنهم، يعني ايهما ادق؟ مش واخد بالك انت يا ابراهيم؟ النجوميه الحقيقيه بتحصل من اتقانك للدور وشطارتك في التمثيل، مش بعدد المرات اللي اسمك اتكتب فيه على التتر. الشخص النرجسي لا نتعايش معاه. كون مسلسلك او مسلسلك بيتعرض على 5 قنوات ده مش معناه انه هيتشاف او هينجح. في مسلسلات تانية اتعملها دعاية بسيطة جدا وتعرض بشكل حصري على قناة واحدة ومع ذلك نجحت واتشافت. نتوالهام ممكن بالواسطة تمثلي وتبقي نجمة وصورتك تتحط على الأفيش بس الناس مش هتقول عليكي ممثلة شاطرة، وممكن برضو من غير أي واسطة تمثلي والناس تقول عليكي إنك ممثلة شاطرة. بس عشان تكبري لازم تطوري في شغلك ولازم تتعلمي وتتثقفي، مش تتجوزي راجل عشان يخليكي نجمة. اتعلمنا برضو إنك ممكن تجيب ممثلين كبار وكتار وتقعد تصرف بقى على الديكور وبزخ بقى وحاجات مبالغ فيها ومع ذلك المسلسل بتاعك يتحول من دراما لكوميدي عشان نسيت اهم حاجه وهي القصه والورق. يا اخي كتكخيب يا اخي. وتحضير القصه والورق وانهم يكونوا بجد مبهرين اهم بكتير من ان الناس تنبهر باللوكس والميك اب والاوتفيتس والحاجات دي. اصلا متعقد من البوريك، والله متعقد من البوريك. اتعلمنا كمان انك مش مهم تعمل عمل فني حلو، المهم يبقى عندك جمهور بيقول لك شابوه على اي حاجه بتعملها. حلو غلط وانا كنت مستنيه. وعايزين نقول ان اول شابو معانا هيكون لانجي المقدم ودورها في مسلسل الاختيار 2 وقد ايه كان تمثيلها جميل. بنحبك قوي يا انجي. ومن الدروس المستفاده برضو ان في ناس بتعمل مسلسل كل سنه عشان بس يبقوا متواجدين، وفي ناس تانية بتعمل مسلسل كل كام سنه بس بتعلم على كل الموجودين. والله وعملوا بالمناسبة دي عايزين نقول شابو لكريم عبد العزيز اللي عامل دور قوي جدا في الاختيار 2 وقد ايه هو كان ناجح في التراجيدي زي ما بالظبط كان ناجح في الكوميدي. وكمان السنة دي تعلمنا ان ساعات غيابك بيبقى افيد كتير كتير من حضورك. ولا والله الراجل اول ما شافني قال لي بطلي تمثيل. مش عشان تبقى غول تمثيل لازم تأفور وتزعق وتتشحتف وتبرق وتقعد تعمل الحاجات دي كلها، ممكن بهدوءك وبإتقانك للدور تعمل دور الناس كلها تشوف فيه قدراتك التمثيلية. لا لا ده انت غول تمثيل، ده انت في حتة تانية، انت بتعمل عظمة. وعايزين ندي شابو التالت لمحمد ممدوح اللي عامل دورين حلوين جدا في مسلسل خلي بالك من زيزي ومسلسل لعبة نيوتن، وكمان شابو تاني لمحمد فراج اللي كان جوكر السنة دي في 3 مسلسلات زي لعبة نيوتن وضد الكسر وخلي بالك من زيزي. من الدروس المستفادة برضو ان العمل الناجح مش انك تطلع كل شوية تتكلم على المسلسل بتاعك وتاخد سكرين شوتس من على جوجل وعلى تويتر وتقول قد ايه ده ترند واحنا عارفين كويس جدا الحاجات دي ممكن تبقى فيك. العمل الناجح هو اللي بيفرض نفسه على الجمهور، هو اللي الناس بتتكلم عليه مش الممثلين وصناع العمل هم اللي بيتكلموا عليه. انا بحب شغلي جدا 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 وبحب الفلوس. وبالمناسبه دي عايزين نقول شابو لامينه خليل اللي بجد كانت تستحق البطوله في مسلسل خلي بالك من زيزي، وكمان شابو كبيره لعلي قاسم بدوره اللي كان بيمثل فيه بهدوء وباتقان في خلي بالك من زيزي وكمان في لعبه نيوتن، وشابو لريم عبد القادر اللي عامله دور عطيات او تيتو في مسلسل خلي بالك من زيزي اللي بتعرف تمثل احسن من نجوم كبار عاملين ادوار بطوله في مسلسلات. رساله وصلت ولا لسه؟ اتعلمنا السنه دي انك ممكن تبقى حزين ان مفيش مسلسل كوميدي حلو او نجح بس ربنا يبعت لك مسلسل تاني يعوضك عن كل الضحك. واخد بالك يا عج فسه؟ وكمان عرفنا ان ممثل التراجيدي لما بيعمل كوميدي وهو مش واخد باله بيبقوا هايلين الحقيقه. ليه كده؟ يعني كسفتونا. وانت بتعمل كاستنج للادوار لازم تبقى عارف
ان مش اي حد ينفع يعمل دور صعيدي. واخد بالك يا عمر؟ وكمان اتعلمنا ان مفيش كواليس وحشه بتعمل مسلسل حلو. هو انت بقى مش هتخلصي شغل النسوان ده بقى ولا ايه؟ ومش لازم تعمل بطوله مطلقه عشان تنجح او تبقى نجم. في ناس كتير قوي السنه دي عملوا ادوار ثانويه واثبتوا انهم اهم بكتير واشطر بكتير من ممثلين مفيش غيرهم على الافيش. وعايزين دلوقتي ندي شافوه مستحق لفتحي عبد الوهاب عن دوره في مسلسل القاهره كابوس. ومن اهم الحاجات اللي حصلت السنه دي ان الطبيب النفسي يعني الحمد لله طلع مش مجنون وبيشد في شعره، واخيرا المرض النفسي ما بقاش وصمه او عار. ولما تيجي ترتبط بحد فكر كويس انت هترتبط بمين، عشان لو لا قدر الله سبتوا بعض احنا مش عارفين هيعمل فيك ايه، عشان زي ما انتوا عارفين النهايه اخلاق. يا مرت يا مرت يا خاينه يا فجره. ما تصدقش كل اللي بيتقال في البرامج او التوك شوز. انت بتتهمي احمد سعد بالشروع في قتل شرع في قتلي وانك فقدتي جزء من جسمك. طبعا عاهه مستديمه تسبب لي في عاهه مستديمه، انا فقدت طحالي بسبب احمد سعد. لان وقت المصلحه كله بيتنسي. المصالح تتصالح وتلتقي. والشابو دلوقتي رايح لحنان مطاوع عن دورها في مسلسل القاهره كابول، اللي كل سنه كل ما تمثل بتثبت لنا ان هي ممثله شاطره اكتر من السنه اللي قبلها. وادم الشرقاوي عامل دور مؤثر السنه دي، كل الناس بتتكلم عنه، يستحق شابو كبيره ومستنيين اعماله الجايه. وتعلمنا السنه دي برضو ان التكرار وعدم التجديد نهايتهم ان محدش اصلا هيتكلم على شغلك مهما كان مصروف فيه فلوس كتير. دي فلوسهم هم حرين فيها. واخيرا وليس اخيرا، السوشيال ميديا قويه ومؤثره وتقدر تغير حاجات كتير. اجمد كده ولا مش... لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد كده. احنا قلنا 9 شابوهات، وطبعا انتوا بتسالوا الشابو العاشر رايح لمين. طبعا اكيد هيروح لجلا هشام عن دورها في نجيب زي زركش وفي موسى، وخلي بالك من زيزي عقبال البطوله المطلقه يا حبيبتي يا جوجا يا رب. البنت موهوبه يا استاذ حماده صح. وفي اخر دروسنا المستفاده وبعيدا عن المسلسلات وفي وسط العك اللي احنا بنشوفه في حياتنا، اتعلمنا من السيده دي ان الرضا بالحال وعدم مقارنتك بغيرك اهم بكتير قوي من حاجات كتيره قوي احنا ممكن نكون مهتمين بيها، وانها ممكن تفتح لك ابواب رزق كتيره جدا. كده دروسنا المستفاده خلصت. جبرت فضيت النهارده. بس الحلقه لسه ما خلصتش، عشان دلوقتي هنقول اسامي الخمسه اللي فازوا في فوازير الحلقه اللي فاتت، اللي كانت اجابتها ان شريهان عملت مع عادل امام فيلم خلي بالك من عقلك ومين فينا الحرامي. وكمان اجابه الفازوره الثانيه كانت بعد ما قالت مهما نلف في دواير قالت راجعين اقوى وطايرين. يلا بينا نشوف دلوقتي مين الخمسه اللي كسبوا. الخمسه اللي كسبوا زي ما انتم عارفين اخترناهم بشكل عشوائي من الكومنتس على فيسبوك ويوتيوب وكمان انستجرام. دلوقتي هقول لكم اساميهم. معانا دينا حبيشي، ابراهيم عبد التواب، هبه مدحت، رودي طارق، وابو المجد. مبروك كسبتوا بوكس هدايا من فودافون هتستلموه اخر الشهر. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقه لينا في رمضان 2021. كان موسم مليان بحاجات كتيره جدا وعملنا لكم فيه 7 حلقات. مبسوطين ان احنا كنا معاكم، اتمنى نكون سليناكم. احنا هناخد بريك بس كده كام اسبوع او كام شهر بعد رمضان وهنرجع لكم تاني. وطبعا عايزين نقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. يا رب يبقى عيد سعيد عليكم، يا رب دايما تبقوا انتوا اهاليكم بخير وبصحه وبسلام. وكمان عايزين نقول لكم حاجتين. اول حاجه يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس افلام نتسلى انا وشحاته نتفرج عليها في العيد. تاني حاجة حابين نقولها ان احنا بنوجه دعمنا لكل اهلنا في فلسطين وكل اللي بيحصل في حي الشيخ جراح. وعايزين نشكركم على متابعتكم وعلى دعمكم، ولحد ما نرجع من اجازة العيد لو عايزين تتفرجوا على اي حلقة من الحلقات القديمة انت بتعمل ايه؟ اعملنا في الهايلايتس على انستجرام، وموجودة في بلاي ليست اسمها ذا ستوكرز، موجودة على فيسبوك وعلى يوتيوب. وكمان لحد ما نقابلكم بعد الاجازة الطويلة اللي احنا مش عارفين هتفضل مستمر لحد قد ايه، اعملوا لي فولو انا وجا على تيك توك وكلاب هاوس وكمان على انستجرام، هتلاقوا الهاند بتاعنا في الديسكريبشن بتاع الفيديو على انستجرام. اعملوا لنا فولو بس، دونت ستوك اس. وباي.